مشاهدي الأفاضل، بكل خير، هذه ثاني مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. ساعة من الزمن وساعة من الأخبار والنقاشات التي تعنى بآخر المستجدات على الساحة الوطنية وحتى الدولية. مشاهدي الأفاضل، وقبل خوض غمار هذا الموعد الإخباري، لا بأس بإطلالة على أحوال الطقس والوضعية الجوية المنتظرة للساعات القادمة مع الزميلة هناء، تلتحق بها اللحظة من الاستوديو الثاني. هناء، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك اسامه، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا. اذا رياح جد قويه وامطار رعديه غزيره ستخص اغلب المناطق الشماليه للوطن خلال نهار اليوم، وكان قد اصدر الديوان الوطني للارصاد الجويه نشريه خاصه تحذر من هبوب رياح قويه فيما يخص المناطق الجنوبيه مرفوقه بتطاير كثيف للزوابع الرمليه. سرعه الرياح تتعدى 90 كيلومتر في الساعه، وهذا الى غايه التاسعة من ليلة اليوم إن شاء الله على الأقل. فيما يخص الولايات المعنية هي بني عباس، أدرار، إن صالح، ورقلة، غرداية، أيضا المنيعة، تيميمون، بشار، البيض، الأغواط، وولاية النعامة. وحسب نشرية خاصة ثانية كان قد أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذر دائما من هبوب رياح جد قوية فيما يخص السواحل الوطنية. الرياح ستتعدى 80 كيلومتر في الساعة، كانت بداية من ليلة أمس وستستمر في الهبوب إلى غاية التاسعة ليلا بإذن الله، وهذا على كل من وهران، تلمسان، عين تيموشنت، تيزي وزو، ولاية شلف، مست غانم، كذلك بومرداس، تيبازا، والجزائر العاصمة. للإشارة مشاهدينا، سيكون فيه تطاير بعض الغبار فيما يخص المناطق الشمالية للوطن، وهذا أكيد راجع لهبوب رياح جد قوية فيما يخص المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن، فالغبار سيخص تقريبا أغلب السواحل وخاصة السواحل الغربية والوسطى وكذلك المناطق الداخلية الوسطى والغربية خلال ظهيرة اليوم بإذن الله. أكيد مع هبوب الرياح الجد قوية فيه كذلك نشرية خاصة ثانية ثالثة بحرية تخص أغلب السواحل الوطنية بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. البحر سيكون شديد الهيجان وعلو الأمواج سيقارب الخمسة أمتار، وهذا إلى غاية صبيحة يوم الغد الثلاثاء على الأقل. فيما يخص مشاهدين السواحل المعنية بالرياح القوية تقريبا على طول الشريط الساحلي، عنابة، قالة، القالة، جيجل، سكيكدا، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، تنس، بوهارون، مست غانم، أرزيو، وهران، بنيصاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي. أكيد مع كل هذه الرياح الجد قوية اللي سجلناها خلال ليلة الأمس وصبيحة اليوم سيكون فيه أيضا تساقط أمطار بكميات إن شاء الله معتبرة تتراوح بين 30 إلى 40 مليمتر محليا، ستخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية للوطن خاصة خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله. خلال يوم الغد الثلاثاء سيكون في تساقط بعض الأمطار المتفرقة دائما على أغلب السواحل الوطنية على فترات متقطعة. خلال يوم الأربعاء أيضا رح نبقى نسجلوا تساقط أمطار متفرقة. خلال يوم الخميس الطقس سيكون مستقر على العموم فيما يخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية للوطن. أما مشاهدينا فيما يخص الولايات المعنية بتساقط الأمطار إن شاء الله فهي كل من ولاية لمسان، سيدي بلعباس، عيدة، معسكر، وهران، مست غانم، يارت، شلف، كذلك الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، أيضا البويرة، بجاية، ولاية سطيف، باتنا، قسنطينة، عنابة، سكيكدا، سوق هراس، وحتى بالنسبة للجلفة وولاية بسكرة. أكيد مع كل هذه الوضعية الجوية لاحظنا أنه فيه تراجع جد محسوس في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، خاصة بما أنه كنا سجلنا تساقط للثلوج على أغلب المناطق أو المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1000 و200 متر. كان في اندفاع كتلة هوائية باردة نوعا ما خصت أغلب المناطق الشمالية للوطن بدرجات حرارة منخفضة، درجة واحدة تحت الصفر كأدنى مقياس على النعامة البيض مشرية، عين الدفلة، الجلفة، تيارت ستقارب إن شاء الله درجة واحدة فقط. بالنسبة مشاهدينا لكل من باتنا، خنشلة، قسنطينة، أم البواقي، برج بوعريريج، كذلك قالمة، طارف، وسوق هراس ستقارب إن شاء الله صفر درجة فقط، والقصوى أيضا ستكون منخفضة خلال الظهيرة ستتراوح بإذن الله بين حوالي إن شاء الله
10 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية، السواحل الوطنية لن تتعدى 17 درجة. وللإشارة خلال يوم الأربعاء راح نسجل إن شاء الله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى فيما يخص خاصة المناطق الشمالية الداخلية الشرقية والسواحل الشرقية للوطن، قد تصل حتى 27 درجة. المناطق الجنوبية عكس المناطق الشمالية خلال هذه الظهيرة ستكون الأجواء حارة نوعا ما، حوالي 41 درجة بالنسبة لإليزي جانيت إناميناس، كذلك بأقصى الجنوب الجزائري. إن صلاح كذلك بأدرار راح نسجل 39 درجة. بشار، تندوف، غردايه، زلفان، المنيعه، الوادي، ورقله وحسي مسعود ستتراوح بين 35 الى 37 درجه. اكيد كما شفنا حسب النشريه الخاصه سيكون فيه تطاير كثيف للزوابع الرمليه ورداء في الرؤيه، الحيطه والحذر لمستعملي الطرقات. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعات الوضعيه الجويه المرتقبه خلال الساعات القليله المقبله، اشكركم على كرم الاصغاء والمتابعه والعوده اليك اسامه. وكذلك شكرا جزيلا هنا يومك.